يشكل قطاع المناجم والتعدين من أهم الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية التي ستدر المليارات إلى الخزينة العامة للدولة سنويا. وبدأت الحكومة الانتقالية وبتوجيهات من قبل الرئيس الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو تبني سياسة خاصة لهذا القطاع الحيوي، حيث أنشأت الحكومة الشركة الوطنية لاستغلال المناجم والجيولوجيا والمخولات بتنظيم عملية التنقيب عن الذهب بصفة خاصة والتعدين بصفة عامة في جميع أنحاء التراب الوطني. وخلال ترأسه حفل افتتاح أيام الترويج لقطاع التعدين في تشاد، أشار رئيس المرحلة الانتقالية إلى مواضيع عدة تتعلق بترقية هذا القطاع، لا سيما سياسة الحكومة حولها، حيث قال أنه شخصيا زار مناطق التعدين بشمالي البلاد وأعطى أوامر بفرض هيبة الدولة فيها وتنظيم عملية التنقيب. وعملت الشركة المعنية بتنظيم قطاع التعدين في تشاد بالتعاون مع شركائها على تنفيذ تلك الأوامر. وأضاف أن مناطق التعدين بشمالي البلاد الآن آمنة وتتوفر فيها جميع شروط التنقيب. وقال رئيس الجمهورية في خطابه الافتتاحي أن قطاع التعدين في البلاد الآن ماض في المسار الذي خطط له من حيث التأمين والتنظيم والتكامل، وأن الحكومة ستعمل على ترقيته بشكل متواصل. وأكد أن قطاع المناجم من أهم القطاعات، ومع تنظيمها ووضع الحكومة يدها عليه ستخلق فرص العمل للشباب وتسرع من عملية التنمية، لا سيما في المناطق المنتجة. ووجه الرئيس الانتقالي الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو وزير المناجم والجيولوجيا عبر الشركة الوطنية لاستغلال المناجم والجيولوجيا إلى لعب دور فعال من أجل خلق بيئة عمل هادئة في قطاع التعدين، وأن الحكومة بدورها ستسهر على فرض هيبة الدولة في مختلف مناطق التعدين وضمان الشفافية والأمن المستدام فيها. ونبقى أن نشير إلى أن التطبيق الكامل والتنفيذ الفوري لجميع التوجيهات التي قدمها رئيس الجمهورية إلى وزير المناجم والشركة المعنية بتنظيم التعدين في تشاد ستسرع من تحقيق الأهداف التي تسعى الحكومة الانتقالية إلى تحقيقها، ويساهم أيضا في فتح آفاق جديدة للشباب من خلال زيادة فرص العمل. ومن خلال أيام الأخبار والترويج لقطاع التعدين في تشاد التي تنظمها الشركة الوطنية لاستغلال المناجم والجيولوجيا، فإن الحكومة ستعمل على إيجاد الحلول الناجعة التي ستسرع من عملية ترقية قطاع التعدين في تشاد.